محل 2 22 جويلية، عرض مختلف في مهرجان كارتاج، امتحان صعيب باش تعديه وجهها الجندوبي، ويمكن يكون الانطلاقة الحقيقية للمسرحية الجديدة متاعها بيك بوسة. بعد مدام كنزة المسرحية متاعنا تقدمت في أول عروض لها على ركح المسرح البلدي نهار 29 مارس 2019، هذا الكل في جهة، لكن مهرجان كارتاج حاجة أخرى مختلفة. شفت المسرحية اللي قبلها تعرفونا عجبتني وفي الزفير وقت عملنا جو وشو السبكتاكل به تو وجهها سي ان بيرسوناج نحبو على الاخر تفرجت فيها في السيت كوم نتاع الحجيمه جادور وجهها. في الدخول قابلنا عائله فرح البو طارق الام سناء بناتهم ماي داليا جو باش يحضروا عرض البيك بوز. والله اخترت وجهها على خاطر تعجبني نتفرج فيها في التلفزه وحبيت نجيها اون لايف والبنات زادا حبوا يجيو يتفرجوا فيها خاطر كوم وجهها ننتظر منها اليوم تعدينا سهرية تحفونة عندها ليشانج مع الببليك نتصور ونتصورها باش تطرق برشا مشاكل داكتواليتي نتصورها هكا. 8 متاع الليل المسرح قاعد يتعبى بشويه بشويه، الانطباعات الاولى تقول لي احنا قدام جمهور محترم جدا، لكن الجمهور مازال يدخل وحقيقه المسرح نكتشفوها بعد لحظات. من بين الحضور نلقى وجوه سياسيه، بشرى بالحاج حميده حاضره، وزير الفلاحه سمير بطيب موجود، وجهه توصل للمسرح تدخل تحضر روحها في الكواليس، برشا ضغط برشا ستريس، الموعد هذا مهم برشا. وجهه تعرف مليح مسرح كارتاج، عرضة مدام كنزة العفشة منامور، لكن لأول مرة موجودة في إطار البرمجة الرسمية لمهرجان كارتاج. لا مش برشا كارتاج مش برشا سافا مش نموت. لهنا يعني الصحفيين الكل عليها، الجمهور بشي تبعها، الغلطة غير مسموح بها. العشرة متاع الليل وجهها تطلع فوق المسرح، العرض يبدأ، وجهها تعمل قسم على طريقتها الخاصة. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الوطن وعلوية الدستور وخدمة الشعب الجمهور كان متفاعل معاها، وجهها نستعرفها نستحبها، برشا ضحك من أول ما بدأ العرض. على عكس مسرحيتها القديمة، وجهها اختارت في مسرحيتها الجديدة باش تكون ممثلة، كاتبة نص ومخرجة العمل. وأن أعمل بكل شرف وأمانة، وأن أصرح بمكاسبي في أقرب بلدية، وأن أمد ذيك نعطي أعطي منحة السكن في أول يقضوني كل من أول واحد الشهر فهمت ايش هكا مكتوبة برشا حروف ما أسف في البيك بوس. مسرحية اجتماعية كوميدية مغلفة بنقد سياسي، قصة موظفة جهة اس ام اس يعلمها انه تم تعيينها وزيرة. اهو شي كبر هولكم كبر الاولاد اهو ما بدا تعيينكم انت خلوانا كنت قام بشر بين فرد والاخر هي ما كانت فما سيناتير فبحيث مش كنا حق مساج يخليها تراجع مواقفها ثوابتها وتسرح بخيالها كيفاش باش تولي تتصرف بعد ما تشد المنصب. قناعاتها الكل تبدا تتزعزع. انا تو باش نولي ناكل على الحاكم نسكن على الحاكم ونركب على الحاكم اقعدوا انتوما هذا واحد وجهها برشا طاقه برشا ثمار برشا قوه حريصه جدا انها تاكل المسرح وتحط الجمهور في جيبها. قصة بسيطة فيها الضحكة وفيها النقد وخاصة ظهر قدرة وجهها الجندوبي في تقمص الشخصيات. كيف الشيشة وسفلي في الحكومة سفلي في عرفي مبجر ما بحيثة أول حاجة باش نعملها ساعة بعد ما نعد البنك نتعدل المحكمة ساعة باش نتعدل المحكمة نقدم بيه قضية في طلاق محسوب خلي يقولوا سيرة مطلقة شوف كل هاترة داروا من الرؤساء ما يحطوا هذيك على الكرسي لما هدش يبدلوا تاني خلي يقولوا وبرا مرام مطلقة شنو المشكلة في بالكم احنا 40% من ستوانسة مطلقات راحوا اي طب نولي بالأغلبية. حكاية البيك بوسة حكاية مواطنة عادية نجم تكون انتي انا هي مفاهيمها تتبدل ثوابتها الكل تتزلزل خاصة وقت اللي نقربوا من السلطة ونقف قدام المراية ونبدا نتخيل هكا في الجمهور بتاعي هكا محلية هكا كيما هكا في الكارتاج
الديكور كما تشوفوا متكون من 5 شاشات فقط. لهنا تم استعمال تقنية المابينج، تصوروا فيديوهات تتعدى على الشاشة فما تفاعل، وخاصة انسجام مع النص اللي قاعد يتقارب. برشا ضحك وبرشا نقد، وخاصة برشا ارتجال. عندك دقيقة بالضبط، لا انتظر، عاونوني عاونوني باش يكون في غوز دبريس. انا وزيرة ما هو نخرج من الفرش مالا. اكتب لي سمير السؤالات لولانين اللي لولانين بالكلك اللي قالوا هم لك هذوك اللي قلت لهم مالا سيد زيتونة التونسي مش مستانس بيه غالب. كيف لقيت عنصر ينجم يغذي لي المسرحية، الحقيقة متاع ربي استغليت الفرصة. مشيت الحقيقة متاع ربي، مشيت قيادت في نادي موسيقى في الحومة، لابسونا روبة مجعبة هكا بالأسفل والأرض، عارفة فريق النحلة. وجهة الجندوبي متفلت حتى فرصة باش نجم تتفاعل مع الجمهور وتحكي معاه. وفات باش قف على راسي مدموغة ودموماتي شرتان. بطلت، قلت عادش بيه، مش مشكل، مشيش لغناء، أنا مغرومة بالتمثيل. مشيت شاركت في شريط سينمائي طويل تونسي أصيل، أعطوني دور الحارثة. المسرحية تخلي الجمهور يكون شريك وجهة الجندوبي في الحلمة متاحة، الحلمة اللي اليوم قاعدة تتجسد بنجاح كبير على مسرح كرتاج. قالي مش قلت لك ما عشت وكلنا الشلبة في الليل؟ أنا شلبة، أنا شلبة، أنا خلطوا عليها الشلبة، خلطيت عليها الشلبة من الليلة برسم أنتيك. قسما بالله عمل جرد شكشوكة بالكرش. يا عبد الجليل يا عبد الجليل، فيك يا عبد الجليل، فيك يا عبد الجليل، الواجب ينادينا. العرض دام ساعة ونص، المسرح تقريبا معدي، الجمهور خرج فرحان. عجبتني برشا. هي سي اون كاريكاتور ان بو دو لا رياليتي، ما مش بعيد برشا على الواقع معناتها، وهذاك اللي يضحك برشا. عجبتني برشا ويعطيها صحة وضحكت لعبت برشا. العرض الحقيقة كان متميز في قيمة وجهها، مس الواقع بتاعنا. عاودنا رجعنا لعائلة فرح، العائلة اللي تبعناها من أول عرض، نحبوا ناخذوا رأيهم. العرض كان هايل. انا جيتي سيرفري بور دو ريزون. الريزون الاولى انه الافيشي كومبلي، انا كي جيت ما تخيلش انه ما كنتش تخيل انه باش تلقى اوتون دو بوبليك موجود. الريزون الثاني اللي ساعه ونص تسمع كان في الضحك، انا الا سيغي بالحق. العرض كان باهي، وكان فما شانس اخرى نجم نعاودو نجيو. تحدي جديد تربح وجهها بالمسرحية متاعها بيك بوسا. المرة هذه ثقة الكل عليها، هي المخرجة، هي اللي تصورت، هي اللي كتبت، هي اللي مثلت، لكن كيف كيف وراها فريق دعمها وقف معاها ووصلها للبلاصة اللي موجودة فيه. المرة هذه فما نضج مسرحي بتاتا، وسي ان بروجي اللي خدمته أنا بكله، دونك أنا ياسر فرحانة اللي بروجي هذي متاعي، معناها في الكتيبة وفي الـ في الـ في الرؤية الإخراجية وفي الـ وفي التمثيل كل إنه يتوج بعرض. وجهة الجندوبي عملت ستاتيو على فيسبوك كتبت فيه شكرها للجمهور وخاصة للفريق متاعها. هي اللي تعرف اليوم انه جزء كبير من نجاحها يرجع للناس اللي حبتها وامنت بها. البلاد هذيا تحب شكون يحبها، تحب سلسلة عروض البيك بوسا مازالت متواصلة، والموعد شدوا عندكم مهرجان بوغرنين نهار 6 اوت. مهرجان بوغرنين يعني وجهها باش تعرض على ملعبها وقدم جمهورها. البلاد هذيا يلزمها ناس اللي بالحق كي تشوف درب وتونس عينها تزغلل، وكي تسمع النشيد الوطني قلوبها ترعش. هذاك علاش انا نقول بيك بوسا للتوانسه الاحرار.